الافريقي، وهنا جينا هنا وقدمنا شقه هنا برضه معانا الشقه موجوده، واخد بالك انت، ومعانا ملف التاكسي الابيض كله، لان وزاره الخارجيه بتضللنا المشروع ده. فرجاء لسيادتك تركب المبادره اللي انتم ماشيين معانا بيها عشان يبقى ده جيشنا. وده احنا اللي بنحبه. انت محتاج دي عشان احنا بنحب الجيش. البنوك بتضحك علينا، قالوا الفايده 6.25%، بيدونا بنوك 13%. الموضوع بتاعنا قضيه فساد كبيره. مشكلتنا مع الماليه ان العربيه كانت جايه بحوالي بتاع 21000 جنيه مصري، 3500 دولار، ادوه لنا ب 85000 جنيه دولار، ولغايه دلوقتي قالوا هنشيل لكم الاقساط. سبع حكومات جم نكلمهم في الاقساط، قالوا هنشيل، ولغايه دلوقتي مفيش حاجه حصل. احنا دلوقتي مسيره منتظمه، ماشيه صفين، مش معطلين الطريق. وصلنا المستندات، لقينا ان يوسف بطرس جاي واخد في 2009 منحه لتحديث التاكسي 282 مليون دولار، منحه لتحديث التاكسي، شحتوا على التاكسي وما ادوناش حاجه. في صندوق كان معمول باسمنا عشان خاطر يمول المشروع دوت، خدوا 35000 جنيه على حسابنا احنا، وحملونا اقساط فوق ال 35000 جنيه، مع الاخذ في الاعتبار ان العربيات دي اساسا لما سالنا عليها لقيناها العربيات دي بعد ما تشيل منها الجمارك والضرايب عامله 25000 جنيه، والجيش اساسا بيصلح غلطه من الغلطات اللي قبل كده اللي كانت بتتعمل على حساب الفئه المهمشه اللي في البلد.